تحت شعار وقل اعملوا، احتضنت مدينة درنا أعمال ملتقى فروع صندوق الضمان الاجتماعي الأول للعام الحالي بمشاركة كل من قيادات فرع البطنان ودرنا والمرج، إذ يهدف الملتقى إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات تتضمن تفعيل الرؤى والمفاهيم والتوجهات الأساسية للصندوق وترجمتها على أرض الواقع. الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد الإجراءات ووضعها في صياغة قانونية وإدارية وفنية قابلة للتنفيذ. الحمد لله الخطوات ناجحة وجيدة، لاقت اهتمام الجميع بين الأقسام والمتناظرين تناظر أفقي كأقسام التفتيش والمالية والمراجعة والمعاشات والمتابعة. نحاول أن نجود مستوى الخدمة ونصل إلى خدمة متميزة، وهذا ما ينادي به الصندوق بصفة عامة، التميز في خدمة المضمونين بصفة عامة وخدمة المتقاعدين بصفة خاصة. فنحن تواجدنا اليوم بكافة أقسامنا الفنية المعنية بهذا الشأن، شكلت على هامش هذا اللقاء ورش عمل لكل الأقسام للفروع المذكورة على حد. الجلسة الأولى من أعمال الملتقى دارت حول تشخيص جودة الخدمات الضمانية وقراءة المعطيات الحالية والعمل على تطويرها، وكذلك مناقشة استمرار صرف معاشات المتقاعدين والمشمولين بالخدمة في الثلث الأول من كل شهر. أما الجلسة الثانية فقد تضمنت مشاركات عدة مسؤولين عبر تطبيق زوم، ناقشوا خلالها المرتكزات الأساسية للصندوق وخطط تجويد الخدمات الضمانية. طبعا اجتماع اليوم هو من أجل إيجاد بعض الحلول اللي قد تكون عائق في تأدية مهام صندوق الضمان الاجتماعي للخدمات للمتقاعد وللمضمونين بصفة عامة. تحصيل اشتراكات برضو راهو يعني إشكالية كبيرة، إذا كان ما يتمش تحصيل اشتراكات لا يمكن يتم صرف معاشات، لأنه هو يعني كل اشتراك مقابل منفعة، وهو صندوق تكافل، صندوق ضمان اجتماعي وصف متاع صندوق تكافل. إذا كان يد تأخذ لكن في نفس الوقت في يد تعطي، اللي هو صرف المعاشات. إذا كان المضمونين تقاعسوا على سداد الاشتراكات سواء كانوا عامل حسن فسهم أو أجهزة مركزية أو شركات وطنية أو أجنبية، هذا حيكون مردوده سلبي على صرف المعاشات في الفروع. المشاركون في أعمال ملتقى الضمان الاجتماعي أشاروا إلى أنه سيتم رفع التوصيات الختامية إلى إدارة الصندوق في خطوة تهدف إلى تنفيذها وتطوير الخدمات الضمانية المقدمة للمواطنين.